السلام عليكم إخواني المتتبعين، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. أنتم والطويرة ديالكم كما كتشوفوا هذه الأنثى ديال الكنار اللي كنا جبناها هذه 3 أيام على أساس الذكر كان جاهز والأنثى ديال الحسن مازال ما وجاش. قلنا نستغلوا هذه الفرصة هذه وجبنا هذه الأنثى ديال الكنار بكرية نزوجوها إن شاء الله مع الذكر ديال الحسون. كما كنتو شفتوا كنا حاطين لها العش الداخلي، العش الخارجي ما كناش دايرين ليها، ما قرباش العش الداخلي ما عطاش ليه واحد الاهتمام، قلنا درنا لها عش خارجي. وكما كتلاحظوا راه باقيين غير الخيوط، ما جبنا لها لا خلاص لا حتى شي حاجة. ومباشرة من بعد ما حطيت لها العش الخارجي بانت ليا مشات ريحات فيه، وهادشي كامل كيبقى بفضل الله سبحانه وتعالى أول حاجة. والمسألة الثانية الراحة النفسانية، كيف ما كنت قلت لكم لأنها ضروري خاصك تعطيها الراحة النفسانية والتغذية السليمة. المهم اللي بغى يعرف كيفاش وصلنا مع هاد النسوة هادي من الأول راه غادي نخلي لكم رابط الفيديو الأولاني في صندوق الوصف، اللي ما شافوش ديك الساعة يدخل يشوف وغادي يعرف كيفاش بدينا معاها. وهذا راه غادي يكون إن شاء الله البارتي الثاني، والبارتي الثالث راه غادي يكون إن شاء الله في التزاوج، يعني ملي غادي يتلاقى غادي نلاقيو الذكر ديال الحسون مع الأنثى ديال القناة إن شاء الله وغيكون تزاوج. ديك الساعة غيكون البارتي الثالث، هذاك هو آخر بارتي، من بعد هي باش غادي نهزو الذكر ديال الحسون وغادي نرجعو للأنثى ديالو قبل ما تكمل الوجادة ديال إن شاء الله. والأنثى ديال القناري راه غادي تبقى حاضنة على البيض، والحاجز المرئي راه غادي يبقى راكب، يعني مبقيتش غادي نخليهم يتلاقاو حتى تكمل المدة ديال الأسبوع. مازال 4 أيام غادي نتهلاو فيها كيف ما كنت قلت لكم، البيض جوج المرات في السيمانة، التفاح حتى هو كذلك، يعني التمر غادي تعاونها بالأكل التغذية السليمة باش تعاون في عنقود البيض إن شاء الله ويكون البيض مخصب. وكذلك التسميع ديال الكناري راه غادي نخلي لكم الرابط هو في صندوق الوصف، يعني الصوت ديال الكناري اللي كنطلق ليها مرة في النهار، يعني مدة ديال ثلث ساعة نص ساعة صافي وكتعاود تسكتو، يعني كيحفزها ملي كتسمع الذكر كيغرد ديال الكناري راه كتحفز وكيخليها تسرع عملية بناء العش. المهم إن فوا هي غادي توجد وغتاخد وضعية التلقيح راه غادي نحيدو الحاجز وغادي نطلقو ليها الذكر غادي يلقحها. المهم غادي نخليوه معاها حتى تحط آخر بيضة، وديك الساعة راه غادي نزولو عليها الذكر وغادي نرجعو للأنثى ديالو ديال الحسون وغادي نخليوها هي تحضر البيض. وغادي يكون ان شاء الله الفيديو ديك الساعه تتمه. وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه اذا عجبكم هذا الفيديو وهذا المحتوى هذا، وتدعمونا بلايك وتبارطاجيو هذا الفيديو هذا. وكنتمنى اننا ما فدناش الكثير، على الاقل نكونوا فدنا القليل.